معنا مشاهدينا من القاهرة رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور شريف الهادي. دكتور شريف أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. يعني اليوم طبعا بعد الصدمة والتعب ويعني هول هذه الكارثة بات العلم يعني المرجع لمعرفة أسباب ما جرى، انعكاساته، تداعياته، هل ستستمر الهزات الارتدادية، وكل هذه الأسئلة التي تجول في بال من يراقب ما حصل في المغرب منذ الأمس. أيوة فل. وطبعا يعني زي ما قال زمايلي العلماء ان احنا يعني بنبدا بعزاء الضحايا، لان كل يوم عدد الضحايا بيزيد للاسف. ولكن اسباب حدوث هذه الهزه هو ان هذه الهزه حدثت نتيجة مجموعة من الصدوع اللي هي بتقع على منطقة الضغط الناتج من اندثار قارة أفريقيا اتجاه أوروبا، لأن في حركة أفريقيا كلها بتتحرك اتجاه أوروبا، وبالتالي بتشكل هذه الحركة مركز ضغوط على بعض الفوارق اللي هي قريبة من هذا المكان. ومع استمرار هذه الضغوط الصخور لا تتحمل، ويحصل انزلاق للفوارق مسببة لهذه الزلازل الكارثية. اللي ساعدت عدد الضحايا هي يعني كذا حاجة، قوة الزلزال، وثاني حاجة الأماكن اللي هي تضررت بالزلزال. لو الأماكن اللي تضررت بالزلزال دي أماكن يعني كبيرة، يعني قصدي يعني اماكن يعني واسعه وفي كره يعني نائيه، وهذه الكره مبنيه بطرق بدائيه، فبالتالي الاضرار كبيره جدا بتعرض لها. طيب في هذه النقطة دكتور شريف، يعني من المهم أنه كان يعني إطلاق تحذيرات أقله نظرا لما توصل إليه العلم بأنه في تحرك باتجاه الشمال نحو القارة الأوروبية لهذه الصفائح، للقارة الإفريقية بشكل خاص. نعرف أنه هذه المنطقة التي أصيبت بالزلزال هي منطقة نشطة بطبيعة الحال على المستوى يعني النشاط التكتوني يعني مستمر في هذه المنطقة، يعني من الصعب أصلا كان التنبؤ بأي زلزال فيها. ولكن اليوم يعني يمكن أن يكون هذا الحدث لربما نقطة انطلاق للبحث في تداعيات وانعكاسات هذا الزلزال على النشاط الزلزالي في المنطقة بشكل عام. أمس كنا في يعني لقاء في المعهد القومي للبحوث الفلكية، لقاء صحفي، وكان معنا في هذا اللقاء يعني نخبة من الأساتذة المغاربة اللي هم طبعا يعني أدرى بالوضع التكتوني، فهم كلهم اثاروا ان هم تفاجئوا بهذا الحدث الكبير لم يكن متوقعا، لان اكثر زلزال حصل في قريب من مكان غادير كان 5.7، وهو صحيح سبب وفيات، لكن ما كانش يتوقعوا ان زلزال بهذا القوه يحدث في هذا المكان. وبالتالي اي احتياطيات اخذتها الدوله او الحكومه او الاجهزه المعنيه عشان زلزال زي دوت ما كانش في الحسبان. وطبعا بيحتاجوا طبعا لدراسات دقيقه، ولكن طبعا يعني في الاول المفروض ان احنا لو احنا اخذنا كل الاسباب وكان في فرص لوضع محطات زلازل ومحطات قياس الحركه الارضيه، كان من الممكن ان احنا في هذا الوقت ان احنا يعني نتوقع ان هذا المكان بيزداد نشاطا وبيقترب من حدوث يعني زلزال من خلال هذه الدراسات الدقيقه. ولكن ما حدث ان هو المفاجاه اللي حدثت للعلماء هناك ما كانوا يتوقعوا، ما كانش في اي دراسات سابقه بتقول ان هيبقى في زلزال في هذا المكان، الا ان هذا المكان فاجئهم وضرب هذا المكان بقوه. وبالنسبه للاماكن الاخرى في العالم، في اماكن بتقدر تتوقع يعني الزلزال ولا تتنبا، لان في فرق بين التنبؤ والتوقع. لا انا يهمني دكتور شريف ان اعرف بالنسبه لوضع يعني القاره الافريقيه، يعني شمال القاره الافريقيه بالتحديد، يعني هل يعني اليوم هذه الطاقه المتواجده لنقل في مركز يعني وقوع الزلزال هل ستؤدي بالتالي الى وقوع مزيد من الهزات الارضيه، ام كل منطقه شمال افريقيا معرضه؟ لا لا لا، هي يعني في سلوك الزلازل في مكان محدد معين في اغلب الحالات، يعني في اكثر من 95% من الحالات ما يحدثش زلزال ثاني رئيسي، لانه يعني يعتبر هذا الزلزال ان شاء الله هو ده الزلزال الرئيسي اللي حدث. بعد كده بيحدث هزات ارتدادية اقل منها بكثير،
واحنا سجلنا فعلا هزات فرديه كتير جدا، وهذه الهزات الفرديه اكبرها ما بيزيدش عن 5، فده نذير طيب ان ما فيش يعني جنازه ثانيه هتحصل اكبر من هذا العدد. طيب كنت اود ان اسالك ايضا، يعني كان في مخاوف من مساله الهزات الارتداديه، لانه يعني الكارثه التي المت بتركيا وسوريا ليست ببعيده، واستمرت الارتدادات والهزات الارضيه لفتره طويله، لفتره اكثر من 4 أسابيع حتى يعني، وكانت قوتها يعني لا يستهان بها هذه الهزات الارتداديه. هل الوضع مشابه اليوم مع زلزال المغرب؟ في الواقع الوضع مختلف تماما، زلزال تركيا يعتبر اضعاف زلزال المغرب في القوه وحجم الدمار، وبالتالي المتوقع من زلزال زي تركيا ان تجي هزات ارتدادية بنفس القدر من القوه اللي احنا رايناها في الوقت اللي حدث فيه زلزال تركيا وما بعده، وهو خلف عدد كبير جدا من الضحايا. اما بالنسبه للمغرب في الواقع يعني اكثر وادق قراءه ان الزلزال مش 7.8 زي تركيا، لكن الزلزال 6.8 يعني اقل من 7 ريختر، ومعناه ان هو من قوي الى متوسط، وما يعتبرش يؤدي الى هذا التدمير اللي حصل في تركيا ولا يقارن به تماما، وعدد الضحايا هذا يعني ان شاء الله يعني تتوقف يعني على هذا العدد، مش هيزيد عن هذا العدد كثيرا بعكس اللي حدث في تركيا، لان في فرق كبير جدا ما بين يعني المناطق التكتونيه في تركيا والمناطق التكتونيه اللي حصل عليها الزلزال في المغرب. طب اليوم يعني تفصل بطبيعه الحال مع هذا الزلزال عن الزلازل الاخرى التي سبقته لربما عشرات السنين، تذكرنا ما حصل في 1960، ما حصل في اغادير وذهب ضحياته حوالي 12,000 قتيل دكتور شريف في ذلك العام، كان زلزال قوي ولكن كان محصور من حيث نطاق او امتداد اثر الزلزال. اليوم عم نشوف هذا الزلزال ممتد على رقعة واسعة، على مساحة أكبر، ونود أن نفهم يعني ما الذي يميز يعني اتساع نطاق الزلزال، يعني ما الذي دفع إلى هذه المسألة بالتحديد؟ هو حضرتك بالنسبة للزلزال الأغادير اللي هو حصل في 1960، ده كان زلزال صغير يعني مش كبير ولا حاجة، يعني كان 5.7 أو 5.8، لا يقارن بزلزال الأمس يعني اي حال او اي الامس، لا يقارن 5.8 في فرق كبير جدا، لان معروف ان مقياس ريختر مقياس لوغاريتمي، يعني القيمه الواحده فيه يعني 7.10 × 6 و6.10 × 5 القوه، وبالتالي قوه الزلزال اللي هو الحزب او الامس دوت الاعلى باضعاف كثيره من زلزال اغادير، وبالتالي لما يكون الزلزال بهذا الحجم 5.8 يبقى انتشاره هيبقى قليل، وحتى يعني معروف الان ان 5.7 لا يسمى بهذا الدمار وعدد القتلى، ولكن وضع المباني كان وضع ساعتها كارثي، مبني بطرق عشوائيه مع اقل هزات كانت ممكن يصاب بالدمار للمباني. فخلينا في الوقت الزلزال الحالي ليه انتشر اكثر؟ اول حاجه يعني هذا الزلزال يعني طبقا لاحدث الدراسات اللي هو على عمق بيقارب 30 كيلو متر مش 18 كيلو متر. طب ايه الفرق في الاختلافات في العمق دوت؟ في الاول بيبقى في تحاليل اوليه، ولكن بعد ما بتتركز التحاليل وبيتم تحليل اكثر وادق بنوصل للايه؟ للعمق حقيقي للزلزال، وهو من جميع المراصد الدوليه قدروا يحددوا ان هو عمق 30، وهذا العمق ممكن يسبب انتشار اوسع للموجات مع قوه الزلزال. فكل ما الزلزال كان اعمق كل ما كان في احساس اكثر واوسع لدائره الاحساس بالزلزال، مع الاخذ في الاعتبار طبيعة التربة اللي موجودة في الدار البيضاء والرباط في الأماكن اللي تضررت جامد أو حاسه جامد، التربة الهشة بيحصل لها تجديد للموجات حتى لو كان الزلزال صغير، لا نتيجة طبيعة التربة الهشة، فطبيعة التربة الهشة دي طبيعة ربنا خلقها في الأرض عند تعرضها للزلازل، فبتكبر أو بتضاعف الإحساس بالزلازل، وده هو ده يعني وجهة نظري ووجهة نظر جميع العلماء في هذا الأمر.
دكتور، أود أن أستفيد من حضورك بما أنه حضرتك موجود في معهد للبحوث الفلكية بطبيعة الحال، حول يعني دائما ما في هكذا مناسبات تظهر أخبار كاذبة، البعض يعني على وسائل التواصل الاجتماعي يبدأ بنشر نظريات وما إلى هنالك، ولكن هذا العالم الهولندي الذي في كل مرة يظهر مع حدوث أحداث مشابهة من زلازل وغيرها، أود أن أسألك يعني عن هذه النظرية، لأنه قبل أيام تحدث عن نشاط زلزال قد يحدث غربي البرتغال، وهو يعني يقوم بربط ما يحصل يعني النشاط التكتوني يربطه بتحرك كواكب والفلك وما إلى هنالك. هل ترى هنالك أي منطق في نظريات هذا العالم؟ بالنسبة لعلماء الزلازل كل هذه النظريات اللي بيتكلم بها هذا العالم الهولندي، هو نفسه بيقول أنا نفسه بعالم، ولكن أنا يعني طورت برنامج، هذا البرنامج بيدرس حركة الكواكب والنجوم وعلاقتها بالأرض وبيربطها بأحداث زلزالية سابقة تاريخية، وبيقول أنا توصلت بهذا البرنامج إن أنا أوصل أو حصل يعني مجموعة من الكواكب كانت وضع معين أو مجموعة من النجوم كانت وضع معين بالنسبة للأرض وبالنسبة للقمر وبالنسبة لبعضها ممكن يصير خلق في القشرة الأرضية ويسبب زلازل، ولكن يعني معظم علماء الزلازل على مستوى العالم رفضوا هذه النظرية قولا وتفصيلا، وهو نفسه اعترف وقال جميع علماء الزلازل وعلماء الزلازل على مستوى العالم بيرفضوا كلامي ومش مقتنعين به، لأن هذه الأحداث الفلكية تتكرر كل عام عشرات المرات ولا يتبعها زلازل، مش معنى مثلا حصل احتمال القمر كل شهر منتصف زلازل، ده حصل آلاف الاحتمالات للقمر ومحصلش الزلازل، فهو مش قادر يرد على هذه الواقعية، فإذا تصادف اللي في زلزال مرة حصل احتمال قمر أو في موقع كوكب من الكواكب أو من النجوم فيعزي هذا إلى هذه الحركة اللي الزلزال حصل بسبب هذه الحركة، ولكن في الواقع هذه العلماء كلهم سواء في مصر أو أمريكا أو أي بلد في العالم جميع علماء الزلازل اتفقوا جميعا إن هذا الكلام ليس علمي وليس منضبط وغير مسؤول الخاص بهذا العالم الزلازل. تمام، يعني بكل الأحوال يعني لو مهما كان في عوامل مجتمعة يصعب دائما التنبؤ أو التوقع، لأنه حتى هو يلجأ في بعض الأحيان لتحديد مواقع يجب عليها أن تتأهب، بينما العلم وعلماء الزلازل والجيولوجيا يقولون بأنه من الصعب جدا التكهن بحدوث زلزال أو هزة أرضية حتى لو قبل ساعات قليلة. نعم فعلا عملية يعني صعبة جدا، ويعني هذه العملية حساسة للغاية، لأن يعني لو تخيل في أي بلد في العالم حتى لو بلد متطورة جدا وحديثة وجينا قلنا إن إحنا يعني أطلقنا في استرحاق إن هيحصل زلزال بعد التعطيل، يعني هيحصل كمية هرم ومرض واندفاع للمواطنين وخراب أكبر بكثير جدا من لما نشوف الزلزال، ده مش معنى ان احنا ما نعرف الزلزال ما بنقولوش، ولكن ده فعلا جميع دراسات الزلازل السابقه في العالم كله لم تستطع ان تتنبأ بزلزال واحد على الاقل. ليه؟ لان طبيعه الارض طبيعه مش زي طبيعه مثلا واحد شخص بيموت، لو شخص بيموت اعراض الموت قدام لا واضحه وهكذا فبنقدر نعرف ان لحظه الموت قربت او لم تتقارب، وممكن يموت وممكن ما يموتش. نفس الوضع برضك عندنا، لو احنا رقبنا منطقه مراقبه شديده جدا ووضعنا اجهزه تفتيش حوالين المكان ده وعارفين المكان ده مسبقا ممكن نقرب ان في حاجه هتحصل قريب، ولكن في بلد كامله فيها الاف الاماكن وعدد المحطات يعني لا نستطيع ان يغطي كل اماكن البلد، مش هنستطيع ان احنا نراقب كل فالق او كل فالق نشط ونقول ان هو هذا الفلك نشط الان او لم ينشط، وبالتالي هي دي المعضله ان احنا ممكن نتوقع ان يحصل زلزال في مكان ما في خلال مثلا 10 سنين جايين بنسبه معينه، ولا نستطيع ان نعرف بالدقه الوقت والقوه المضبوطه او الوقت المحدد لهذا الزلزال.
يعني اليوم الحل الوحيد هو يعني أخذ اليابان كنموذج أعتقد دكتور. يعني اليوم اليابان تتعرض لنسبة كبيرة من الهزات والزلازل التي قد تصل قوتها لتسع درجات في بعض الأحيان على مقياس ريختر، يعني من أقوى الزلازل التي تتعرض لها اليابان، وقامت فعليا بتشديد المعايير للأبنية لكي تكون يعني مطابقة للمواصفات المضادة للزلازل. يعني ما في غير حل أبدا دكتور شريف. لا، الحل الوحيد فعلا هو ان يعني ان معظم، يعني انا هديك مثال حضرتك، ان سنه 1906 حصل زلزال في كاليفورنيا وتم تدمير المدينه بالكامل سنه 1906، ولكن في بعد 90 عام سنه 1996 حصل نفس الزلزال في نفس المكان ولكن لم يتضرر احد. طب ايه اللي جد في هذا الموضوع؟ ان السلطات هناك خدت جميع الاسباب الامنه في بناء مباني امنه تتحمل كافه الزلازل اللي هي ممكن تحدث يعني في الفتره الجايه او في الفتره الحاليه. وبالتالي لما حصل الزلزال بعد 90 سنه ما حصلش اي تضرر. ده معناه ايه؟ معناه ان التخطيط الجيد لبناء بنيه تحتيه قويه وماخوذش اعتبارها ضربات الامان الزلزالي والفوز الزلزالي للدول هي دي الحل الوحيد وكده. ولكن انا ما زلت اؤكد ان في حال اذا تحدد يعني طبع معين نشط، واحنا عارفين هذا الطبع نشط وعليه دراسه وعليها دراسات كثيره جدا بتقول ان هو نشط، وحطينا حواليه بعض المحطات اللي هي بتراقب النشاط باستمرار وركزنا هذه الملاحظات حواليه، ممكن في هذا الوقت نقدر نقول ان ممكن ينشط الزلزال او ممكن ينشط يعني في نشاط جاي في المكان، لان في الواقع محطات الزلازل دي لا توضع في اي مكان، بتوضع في الاماكن اللي هي نشطه زلزاليا ومهمتها الاساسيه مراقبه اي نشاط فجائي يحدث. فاي مراكز دوليه او اي بلاد عندهم محطات زلازل هم بيراقبوا المحطات دي، لو حصل نشاط فجائي في مكان معين هم بيبقوا حذر وبيبلغوا للسلطات الرسميه اللي فيه في المكان الفلاني حدث فيه فجائي، نشاط فجائي وهكذا. فهي دي الفكره. هل في المغرب كان على هذا المثال اللي حصل عند الزلزال هل في كانت محطات بتراقب النشاط؟ يعني انا دخلت على الشبكات المغربيه لقيت ان في عدد قليل جدا من المحطات حوالين هذا المكان، نتيجه ان هم لا يوجد توقع ان هذا المكان نشط او لم يدرس عليه دراسات قبل كده ان فيه نشاط او هيؤدي لهذا الزلزال الكبير. طب هل باقي الدول العربية لديها مراكز مراقبة نشاط يعني للتصدعات؟ كل الدول العربية تقريبا عندها، كل الدول العربية عندها نشاط، عندها مراقبة النشاط. احنا عندنا في مصر اكثر من 100 محطة موزعة على الجمهورية بنراقب باستمرار، عندنا يعني مركز بيعمل على مدار 24 ساعة باستمرار، ويعني في حال حدوث اي نشاط يبلغ به في خلال 5 دقائق من حدوث الزلزال. وبنعمل طبعا كل دوله بتعمل بتزيد عدد المحطات ديت والدراسات اللي هي بتدرس بدقه المواقع اللي هي الخطره او مواقع نشاط الزلزال. يعني اي بلد لو حطت محطات زلازل بعد فتره من وضع المحطات بيتبين لها الاماكن النشطه وغير النشطه وبيحدد هذه الاماكن بدقه وبتبقى معروفه لدى الجميع ولدى يعني الجهات المعنيه في الدول. طيب وهل يتم تنسيق هذه المعلومات وهذه الدراسات بين الدول العربية دكتور؟ احنا بنحاول طبعا، يعني امل لينا جميعا ان يكون لينا يعني زي ما فيه في الاتحاد الاوروبي عمل يعني القرى الاوساطي، عمل مركز القرى الاوساطي لتدمير الزلازل، في المركز الدولي للزلازل في انجلترا، في مراكز دوليه، كنا بنعمل ان يبقى في مركز عربي مشترك يعني يكون في مقره في احدى الدول العربيه. هذا المركز يضم محطات خاصه به ويتكاتف الجهود بحيث ان هو يبقى المركز العربي ده يبقى ايه، ليه منصه اعلاميه بتنشر فيها نشاط الزلزالي وعلاقته بالنشاط الحاليه في جميع الدول العربيه، ويبقى ليه منصه اعلاميه ومنصه على محطات التواصل الاجتماعي زي الدول الاخرى. ولكن في الوقت الحالي الدول المشترك مع الاتحاد الاوروبي في موقع اسمه الاورو المتوسطي في انها تبعت بياناتها واحنا بنبعت بياناتنا،
ومع كمان الاتحاد الدولي الاي اس سي للزلازل باستمرار بيبعت اي زلزال بيتسجل عندنا في خلال ثواني بيبعت الرسائل بتاعتنا لهذه المراكز الدوليه، وبالتالي بتشارك هذه المراكز الدوليه مع بعضها في انتاج حل الزلازل الدقيق. يعني زلزال المغرب امس تم حله بمئات المراكز الدوليه، وبعد ما حلوه كل المراكز الدوليه تم عمل حل مشترك دقيق جدا. هو ده اللي انا قلته يعني اثناء كلامي، ان الزلزال بعد فتره بعد ما تمت وخلصوا من التحليلات خلصوا ان الزلزال على عمق 30 كيلو وان هو 6.8 مش 7 درجات على المستوى. فهذه المراكز تمام بتدي المعلومات زي ما مثلا المتضرر بيدي معلومات دقيقه جدا عن الاماكن المتضرره والخرائط اللي هي بتمثل مدى انتشار الموجات الزلزاليه في الاماكن اللي حصل فيها الزلازل، وبيدي معلومات جيده جدا جدا للجهات المعنيه في جميع الدول المختلفه. فنامل ان يكون في الوقت القريب مركز خاص بالدول العربيه. شكرا لضيفنا من القاهرة رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور شريف الهادي.